بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بهذا الرواق المبارك الرواق الجاوي، قال: هذه ورقات، هذه ورقات. المشار إليه المعاني المستحضرة في الذهن، إذا كان هذه المقدمة موضوعة في ابتدائي، يعني بعد في ابتدائي الكلام، يعني إذا وضع المقدمة في نهاية الكتاب يكون هذه، نفسرها كده، يكون هذه تفسير إلى الحاضر، لأنه كتب المقدمة، كتب الورقات، ده إمام الحرمين كتب الورقات انتهى منها، ثم بعد ذلك قال هذه، يبقى المشار إليه حينئذ موجود محسوس وهو هذه الورقات التي بين أيدينا. أما إذا كتبها أولا وهي هذه ورقات ثم بعد ذلك كتب الورقات، تكون الإشارة إلى ما هو مستحضر في ذهنه من المعاني الإجمالية. هذه ورقات، المشار إليه فين؟ قد يكون في الخارج وقد يكون في الذهن على اختلاف الأحوال، ولا نعلم هل كتب المقدمة أولا ثم بعد ذلك كتب الكتاب فيكون هذه إشارة للموجود في الذهن، أم أن العكس قد حصل وهو أنه كتب الكتاب أولا ثم قال هذه، فتكون الإشارة إلى شيء موجود محسوس أمامه. قد وقد، وعلماؤنا على هذا التفصيل وعلى هذا المنوال شرحوا الكتاب، هذه ورقات. ورقات ده جمع، جمع إيه؟ جمع ورقة. ما نوع هذا الجمع؟ جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، لأنه هو إيه؟ ورقة وورقة وورقة، يبقى جمعها إيه؟ جمعها ورقات. هذه ورقات، ورقات اسم الكتاب، ولا هذه ورقات التي كتب فيها الكتاب. قال هذه ورقات. يبدأ الإمام الرملي يتناول بعض ما في هذه الجملة الصغيرة المكونة من المبتدئ والخبر، ويقول: لماذا قال ورقات وهي جمع سلامة، يعني جمع مؤنث سالم ويكون كمه محدود؟ قال: وهو من جموع القلة، أهو يعني كمه قليل، من 3 لـ9 عند بعضه، وهو عند سبويه من جموع القلة. قال: وهو من جموع القلة إشارة، يبقى جمعها إشارة، هتعربوا إشارة إيه؟ مفعول لأبي، يبقى جمعها من أجل أن ينبه على أنها قليلة العدد. يبقى قال: وهو من جمع القمة، وهو من جموع القلة إشارة، يعني للإشارة، يعني فعل هذا من أجل الإشارة. إلى تقليلها، للإشارة إلى أنها قليلة، يعني هذه ورقات، كأنه يقول لمن يريد أن يقرأها وأن يتعلمها: انتبه، فهذه في عددها القلة. طب ولماذا يريد أن يقول هذا؟ تعليل أيضا آخر، من أجل أن يسهل على طالب العلم، حيث يعني ينشط همة طالب العلم لكي يحفظ ولكي يطلع ولكي يذاكر ولكي، لأن النفوس
مجبولة على الملل. فلو لم يقل ورقات، هو لسه هنحفظ كل ده؟ كتاب كبير، ها، وتقل الهمة وتفطر. شو بقى كلمة تقليلا؟ إلى تقليلها تسهيلا، تسهيلا يعني إشارة إلى تقليلها من أجل التسهيل. يبقى جمعها جمع سلامة، تسهيلا وإشارة على الطالب، تسهيلا على الطالب، الألف واللام عوض عن مضاف إليه لطالب العلم، أي علم؟ يعني علم أصول الفقه. تسهيلا على الطالب أي طالب علم أصول الفقه، لأنه إذا يعني سمع أولا ورقات يشعر أنه نشط، يشعر أنه أقبل. ورقات بسيطة، يلا مجلس نقعد نحفظها والحمد لله ننتهي منه والحمد لله رب العالمين. أما لو لم يقل له ورقات، بأن قيل له هذا كتاب كذا مثلا، هذا كتاب البرهان، هيحفظ فيه؟ ده مجلدين كبار وعبارة صعبة جدا ومعارضات واستدلالات وأخذ ورد، فالمسألة ليست كذلك. وتنشيطا لحفظها، ينشط يحركه لكي يحفظها، يبقى يسهله حتى يعني يقبل على الطلب، ثم بعد ذلك يقبل على الحفظ ويقبل كذلك على الفهم. وكلما كان الشيء بسيطا يعني وجيزا، كلما كانت النفوس له أقرب، وكلما كانت الهمم له أجمع. يبقى وتنشيطا معطوف على إشارة إلى تقليلها وقللها من أجل أن يسهل على طالب العلم، وجمعها جمع سلامة من أجل أن ينشط لحفظها ومن أجل أن ينشط لفهمها. طب هل لهذا استعمال قرآني؟ قال نعم، له استعمال قرآني في قوله تعالى كما وصف شهر رمضان، أو كما وصف، لأن الفاعل هو الله. من الذي وصف شهر رمضان في قوله كذا؟ هو الله، فالفاعل معلوم وإن لم يتقدم له ذكر. قال كما وصف شهر رمضان أو وصف رمضان. عندنا فيه رأي في المذهب الشافعي أنه يكره أن يقال رمضان بدون ذكر شهر، وممن نص عليه فيما أعتقد الإمام الماوردي في الحاوي، إلا أن الجمهور قالوا بأنه لا يكره، لا سيما أنه قد وجد استعماله في أحاديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فذكر بدون وصف شهر. لكنه يعني هو بيقول إنه هو جاء في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأنه أفضل الشهور إلى آخر، ولكن الكراهة رأي ضعيف عندنا في المذهب. كما وصف شهر رمضان بأيام معدودات، هو شهر رمضان أيام معدودات؟ لا، ده كثير، ده 30 يوم أو 29 على حسب، لأن الشهر قد يكون 29 أو يكون الشهر 30، الشهر وهكذا وهكذا، ممكن يبقى 31 يوم، ما عندناش الكلام ده. طب 28 ما فيش خفض، ما فيش تخفيض للعباد، يا إما 29 يا إما 30. لكن خلي بالك في بعض الأحيان ممكن الواحد يؤمر بالصيام 31 يوم ويبقى برضك صايم، لكن صورتها ايه؟ اللي هيقول لي صورتها ايه يبقى هو مذاكر فقه كويس. اهو يعني هو كان صايم مع مصر 30 يوم، سافر الى جنوب افريقيا وجدهم صائمين فعليه ان يمسك معهم، يبقى هنا صام كام؟ 31.
كله هو لابد أيضا الصيام. إيش خير بيدقق بيقول لا ده هو ده كده من شهر رمضان ده أمرناه بالإمساك معهم يعني حتى لا يحدث فتنة ولا انشقاق فهو صائم صورة فهذا اليوم من رمضان صورة لا حقيقة. كلام دقيق يعني يدل على أنه قد انتفع بما درسه في الأزهر الشريف بيدقق ما هو الأزهر ده علمنا دقة التعبير ودقة الفهم هكذا تعلمنا. طيب قال كما وصف شهر رمضان بأياما معدودات فوصف الشهر الكامل بأنه أياما معدودات وصف كامل شهر كامل 29 أو 30 يوصف بأنه أيام ومعدودات ده أراد رب العالمين أن يصفه بذلك حتى إذا سمعه من يفهم اللغة العربية ومن يفهم مدلولاتها ومن يفهم دقائقها يسهل على نفسه صيام الشهر. أراد أن يقول له الشهر سيكون خفيفا عليك ده بسيط ده بسيط ده سهل بس يلا أقبل على الله. ده إيه ده؟ ده كمان يعتبر هذا الخطاب أعتقده في الخواطر الشلتوتية في الآيات القرآنية أن هذا الخطاب كأنه خطاب يدل على كمال الحب بين الله وعباده ويدل على نوع من التربية الربانية ما قالكش افعل وأنا رب العالمين وإن لم تفعل ناري لك موقدة وإنما أخذك بالهوينة كما تأخذ غلامك الصغير بالهوينة اجلس يا ولدي جنبي إن شاء الله سيكون الأمر كذا وسيكون كذا وكذا. ده خطاب تدليل ده الخطاب ده اسمه إيه؟ خطاب تدليل. ده ربنا بيدلله بيدلل عباده. إيه ده؟ ده ربنا بيحبنا أوي. ما هو لا يدلل إلا إذا أحبه. لو أنت ولدك الصغير هتدلله إلا إذا كنت تحبه. التدليل إنما يكون يعني دليلا على الحب ومن هنا تأخذ أن هذا الخطاب خطاب تربية ومن هنا تأخذ أن هذا الخطاب فيه نوع من التدريج الرباني. يبقى نعمل إن شاء الله درس اسمه إيه؟ الخواطر الشلتوتية في الآيات القرآنية. قال كلام لطيف والإشارة بهذه ما هذه ده إيه اسم إشارة واسم الإشارة يكون لشيء محسوس أو قائم مقام المحسوس. إلى موجود في الخارج إلى شيء موجود في الخارج يعني هو بيشير بيقول هذه خلي بالك هذه إشارة والإشارة تصور أن هذا الأصبع قد توجه إلى شيء هذا الشيء إما أن يكون إلى شيء خارج الذهن وإما أن يكون إلى شيء في الذهن وعلى اختلاف وقلنا هذا وعلى اختلاف الحال تختلف الإشارة ونقرأ مع بعض كده شيئا فشيئا. قال والإشارة بهذه إلى موجود في الخارج الخارج يعني خارج الذهن يبقى الألف واللام هنا عوض عن مضاف إليه خارج في خارج الذهن إن وقعت الإشارة بعد تأليفه يعني بعد أن صنفه وكتب الكتاب تمامه وكماله شرعه يكتب المقدمة والمقدمة اشتملت على هذه وهذه إشارة إلى ما كتبه يعني هذه يعني إشارة إلى هذه المكتوبات هذا الفن الذي سطر في الكراس زي ما احنا أنا بعمل كده دلوقتي كتاب بحققه وبعلق عليه بخلي المقدمة في الآخر بعد ما انتهي من الكتاب تماما وأكتب الفهارس وأشرع بعد ذلك في كتابة المقدمة اسمها مقدمة الإيه؟ مقدمة التحقيق لأن في فرق ما بين مقدمة التحقيق ومقدمة الكتاب مقدمة التحقيق ديت يفعلها المحقق وأما مقدمة الكتاب فهي
من صنع المؤلف. فنكتب المقدمة دائما في نهاية الكتاب، لماذا؟ حتى نستجمع المنهج العلمي الذي اشتمل عليه الكتاب. واستجماع المنهج العلمي إنما يكون بعد الانتهاء من التحقيق بتمامه. تبدأ ترصد إيه مزايا الكتاب، إيه عيوب الكتاب، إيه منهج الكتاب، كيف تناول العبارة، وما هي يعني الأساليب اللي موجودة، وما وما وما، وتكتب كل ذلك. فأحيانا تكتب، وهذا أمر شائع، تكتب المقدمة بعد الانتهاء من تأليف الكتاب. وبعض الناس الكبار الجهابذة يكتبون المقدمة في، لماذا؟ لأنه هو يستبطن منهجه، فلا يحتاج إلى انتظار حتى ينتهي من الكتابة ثم بعد ذلك يستبطن المنهج. يبقى مستبطن، عارف هو هيكتب إيه وعارف منهجه، ولذلك يكتب المقدمة أولا. والمقدمة عبارة عن رؤية كلية للفن اللي هو هيكتب فيه. عبارة عن إيه؟ رؤية كلية، بيقول أنا هكتب في إيه، والفن اللي هكتب فيه وضعه إيه، وقصتي إيه إلى الآخر. قال وإلا، يعني إلا إيه؟ يعني وإن وقعت الإشارة قبل تأليفه فتكون إلى متصور في الذهن. متصور يعني إيه؟ يعني إلى شيء مدرك داخل الأذهان. يعني إمام الحرمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مدرسة من المدارس العلمية الكبرى، استحضر فن الأصول في رأسه، واستحضر يعني ما يريد كتابته، ما يريد هو كتابته في رأسه، والورقات كانت حاضرة في ذهنه، فأشار إلى هذه الورقات التي في رأسه. لأنه هيكتب منين؟ زي حضرتك هتأتي بالمراجع وتكتب من المراجع وتعمل أبحاث من المراجع. يبقى ما ينفع، لكن هو بيكتب مما في ذهنه. فالعلم مستحضر في عقله، جاهز في رأسه، ثم بعد ذلك يستخرج ما في عقله ورأسه. يبقى ده العلم جاهز هنا، بخلاف الكتابات الحديث الدماغ بتبقى فاضية، لكن عنده آلية من آليات البحث، ويبدأ يبحث في الكتب ويستجمع الآراء ويناقش ما بينها ويطلع الكتاب. لكن إمام الحرمين ما كانش كده، كان العلم كله فين؟ مستبطن في العقل وجاهز في الرأس وحاضر، والورقات كأنه تصور لها تصورا سريعا، وبدأ يضع في ذهنه أبوابها ويرتب الفكرة عليها، وهكذا حتى إذا اكتملت الفكرة في الرأس شرعة في السطر. وهو طريقة التفكير كده، مفيش تفكير بيبقى لحظي، تفكير اللحظي ده تفكير السطحيين الذين لم ينضجوا، الذين لم يتربوا تربية دقيقة في حوزات العلم وفي المناخات العلمية المنتجة. لكن المسألة اختمرت في عقله وفي رأسه ونضجت وأدارها في ذهنه حتى اكتملت، ثم بعد ذلك سطرها فيما بين أيدينا من الكتاب. تشتمل، خبر ثاني لهذه، يبقى هذه ورقات تشتمل، يبقى هذه تشتمل أو هذه ورقات، يبقى ده خبر ثاني. أو صفة للورقات، يا إما خبر ثاني يا إما صفة. لأن أنت ممكن تقول ورقات تشتمل بس كده، ورقات مشتملة على كذا وكذا، يبقى مبتدأ وخبر. وفي الحقيقة ما هو الخبر صفة في المعنى، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. قال تشتمل، الاشتمال يعني الاحتواء، كاشتمال المنزل علينا، فالمنزل يشملنا ويحتوينا. فهذه الورقات تشتمل وتحتوي هذه الموضوعات التي هي معرفة الفصول. وده من اشتمال الشيء على ايه؟ من اشتمال الكل على الجزء. لأن الورقات
دي كل، ومعرفة الفصول المجزأة ده جزء، فيكون من اشتمال الكل على الجزء. هذه الورقات تشتمل، هذه الورقات، ورقات اللي هو الكتاب الذي بين أيدينا، على معرفة، يعني تحتوي على معرفة. طب وما هي المعرفة؟ إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل، مرادفة للعلم، فصول. والفصول يعني جمع فصل، والفصل لغة الحاجز بين الشيئين، والفصل اصطلاحا اسم لجملة من العلم مشتمل على مسائل، اسم لدال، فالفصل اسم للدال، فصل اسم للدال، اسم للألفاظ، وهذه الألفاظ ما هي دالة على المعاني، ده التحقيق من ثمانية أقوال أوردها الجرجاني. الفصل يعني عناوين الأبواب والتراجم والكتاب، والفصل اسم الإيه؟ هل هي اسم للمعاني ولا اسم للألفاظ ولا اسم للمعاني باعتبار دلالتي للألفاظ باعتبار دلالتي على المعاني ولا أشياء كثيرة. ذكر ثمانية أشياء في أبحاث شديدة الدقة، وكلها عبارة عن إدراكات فلسفية لا تعرفها أهل العربية. أهل العربية ما لهاش دعوة بالتدقيقات الفلسفية دي، وإحنا عايزين نعيش العربية في صفائها ونقائها وذوقها، حتى نصل إلى مراد ربنا سبحانه من كتابه، ونصل إلى مراد رسولنا من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واصطلاح جمع فصل، وهو لغة القطع، وينفع برضك الحاجز بين الشيئين وجعل بينهما فصلا يعني حاجزا بينهما، والفصل أيضا معناه القطع، فصلت كذا عن كذا يعني قطعته، فهذا معنى له وهذا معنى له. واصطلاحا، اصطلاحا معطوف على يا مشايخ، على لغة، ولغة فيها كم إعراب يا مشايخ الإسلام والإيمان والإحسان؟ قلنا فيها عدة إعرابات، إما منصوب على نزع الخافض، وإما منصوب على الحال، وإما منصوب على التمييز. شيخ البجرم ذكر كمان إعرابين تانين بس أنا مش فاكرهم. واصطلاحا اسم لجملة، يبقى هو اسم للإيه؟ أنا اسم للجملة، اسم للمعاني، مش اسم للألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني، وهذا من ضمن الآراء الثمانية يا مولانا التي ذكرها المحقق الدرجان، وذكرها شيخ الإسلام الباجوري في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. ذكر قال لك سبع احتمالات وفيها احتمال ثامن. قال: اسم، اسم يعني ايه؟ يعني زي مثلا سيد، سيد ده اسم صح؟ اسم لمين؟ اسم للذات ولا اسم لكلمة سيد؟ سيد هذه الكلمة، خد بالك احنا بنقول اسم يعني علم، علم على ايه؟ على الألفاظ ولا علم على الذات؟ واضحة جدا، علم على الألفاظ ولا علم على الذات؟ الراجح أنه عندما نقول سيد علم على، واخد بال حضرتك هنا يا ما سيد ده لو كان عنوان كان ترجمة وكان كتاب وكان فصل هيبقى عنوان على إيه؟ هيبقى عنوان على الألفاظ التي تحتوي على هذه المعاني، يبقى اسم لجملة، ده الرأي الثاني، لكن الراجح أنها اسم للألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني. هنا جعلها اسم للمعاني، اسم لجملة العلم، عنوان على جملة العلم. لا، الفصل اسم لللفظ، واللفظ يدل على هذه المعاني، بس كده. والمسألة سأل جملة يعني ايه؟ يعني مجموعة مسائل
ذات موضوع واحد. قال: اسم لجملة مختصة. مختصة يعني ايه؟ يعني ذات موضوع واحد يربطها شيء واحد، بينها علاقة، مش مسائل كده متفرقة، مسألة من الغرب ومسألة من الشرق، لا، مختصة مخصوصة من العلم. مشتملة. المشتملة دي صفة لمين؟ صفة للجملة، يعني لجملة مشتملة يعني محتوية، كاحتواء الكل على الجزء، واحتواء المجمل على الايه؟ على المفصل، على مسائل. والمسائل جمع مسألة، والمسألة لغة يعني ما يسأل عنها، مسألة. طب اصطلاحا؟ قالوا اصطلاحا ما يطلب إقامة الدليل عليها في العلم، هي دي المسألة، على مسائل من أصول الفقه، يعني مشتملة على مسائل، لا، على معرفة فصول من أصول الفقه. وهنا نكر الفصول علشان ما يلتزمش استيفاء كل فصول أصول الفقه. قال على معرفة فصول، ما قالش على معرفة الفصول يبقى كل الفصول، وإنما أتى بجملة من الفصول في هذا الكتاب من أصول الفقه. ده تعيين لنوع الفصول، وليست هذه الفصول من علم آخر، وإنما من العلم المعروف بأصول الفقه. وطبعا أصول الفقه قلنا إن شاء الله، يعني إن شاء الله سنتكلم على معناها بتعريف إمام الحرمين بعد ذلك، وأنها هي طرق الفقه. أما عند الإمام البيضاوي قلنا إيه؟ معرفة أدلة الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. وأيضا هذا تعريف صاحب جامع الجوامع، لكن جامع الجوامع قال إيه؟ قال هي دلائل الفقه إجمالا، دلائل الفقه الإجمالية، بلش إجمالا، لأنه أنس قال دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها، يا إما هي الدلائل يا إما هي معرفة الدلائل. حجمها قليل. دعايد لي الورقات أيضا، تشتمل هذه الورقات على فصول من أصول الفقه. حجمها عندك؟ حجمها دي داخل الأقواس ولا بره الأقواس؟ طيب، هي أيضا صفة للورقات. حجمها قليل ونفعها عظيم. حجمها يعني الكم التي تشتمل عليه قليل، ولكن النفع بها عظيم جدا، لأنها احتوت على أمهات المسائل بعبارة سهلة رصينة، ينتفع بها المبتدي وغيره، ينتفع بها المبتدي وغير المبتدي، وانتفاع المبتدي حاصل بالتعلم، وكذلك ينتفع بها غير المبتدي بالتذكر. ينتفع بها المبتدي، المبتدي هو الذي لا يستطيع أن يتصور المسائل، والمنتهي هو الذي والمتوسط هو الذي يستطيع أن يتصور المسائل، والمنتهي هو الذي يستطيع التصور ويستطيع أيضا الاستدلال. يبقى عندنا المبتدي ما أبيض، ما بيعرفش يصور المسائل، ما بيعرفش يدركها بعقل هي صورتها إيه، لكن المتوسط لا، بيدرك التصور بس ما يعرفش يستدل. المنتهي لا يستطيع أن يقيم الأدلة على هذه المسائل بعد تصورها. طيب يا مشايخ، تعريف أصول الفقه باعتبار كونه مركبا إضافيا. عندنا أصول الفقه بطريقة بسيطة سهلة، لأن احنا للنهار ما قلناش إلا أصول الفقه. قبل أن تصير علما على هذا
الفن. يعني إيه؟ يعني قبل أن يأخذ، قبل أن يأخذ أهل الفن هاتين الكلمتين ويجعلانها علما ولقبا لهذا الفن، كانت قبل ذلك إيه؟ كانت مركبا إضافيا، يعني مكون من مضاف ومضاف إليه، وفي ركن ثالث عقلي ذهني إضافة، ولكن بعد نقلها إلى كونها علما على هذا الفن المدون الذي قلنا بأنه عبارة عن ثلاثة معارف: معرفة أصول الفقه إجمال، معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة وحال المستفيد، بعد نقلها صارت مفرد وليست مضاف ولا مضاف إليه. يبقى عندنا أصول الفقه مضاف أصول، والفقه مضاف إليه، والأصول المنسوبة إلى الفقه هذه هي الإضافة الذهنية، لكنها بعد أن وضعت لهذا الفن لم تكن مركبة قط، وإنما صارت مفردة لا يدل جزءها على جزء معناها دلالة مقصودة. طيب نقول بقى، خلي بالك إن عندنا قبل جعلها علما على هذا الفن الأصول لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، والفقه له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، ثم بعد ذلك يبقى هيرد عليك أربع احتمالات: الأصول بمعناها اللغوي مع الفقه بمعناه اللغوي، هذه حالة. الأصول بمعناها الاصطلاحي مع الفقه بمعناه اللغوي، يبقى اثنين. الأصول بمعناها الاصطلاحي مع الفقه بمعناه اللغوي، ثلاثة. مع الفقه بمعناه الاصطلاحي يبقى هذه أربعة. حاصلة من إيه؟ من ضرب اثنين في اثنين تصير يا مشايخ أربعة. في ماليزيا أربعة، أندونيسيا أربعة، في جنوب أفريقيا أربعة، في مصر أربعة، ما بتختلفش، دي مسائل عقلية. جميل، نمسك بقى حاجة حاجة كده إن شاء الله. وذلك دي إشارة إلى البعيد، مع كون الظاهر أنه كان عليه أن يعبر بالقريب لقرب مرجعه، ما قالش وهذه، قال وذلك. ذلك، خلي بالك اللام ديت، ذلك، قال كده إيه؟ ذلك، ده ذل ده إيه؟ اسم إشارة، والكاف ده حرف للإيه؟ اللام للبعد، والكاف للخطاب، ثلاث حاجات عندك فيه ذلك. ذا اسمه إشارة، لي لام البعد، ربنا ما يبعدناش عنك ولا يبعدكم عنا، وكي ده حرف الخطاب، وذلك. شوف بقى، انظر إلى كيفية ودقة التعامل مع الألفاظ علماءنا القدامى. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده يعني اقتضبناه من الحواشي منذ مثلا 15 عاما. وذلك بيفكر، ذلك ده ايه؟ قال ده اسم اشاره. طب فين المشار اليه؟ ده المشار اليه لسه، ها، من اصول الفقه. ايه ده؟ هي اصول الفقه بعيده حتى يشار اليها بالاشاره البعيده؟ لا، لكنها قريبه. ياتي السؤال الثاني، يأتي السؤال الثاني: لما عبر بما هو موضوع للبعيد عن القريب؟ ده السؤال الثاني، نفهم ثم نجيب عن هذه التعبيرات. أهو وذلك لتنزيل
القريب منزلة البعيد. يبقى نزل القريب منزلة البعيد. طب ليه نزل القريب منزلة البعيد؟ ما هو ده برضك السؤال الثاني. قال: لمخالفته مقتضى القياس. خالف مقتضى القياس في ايه؟ كلام واضح. قال: لمخالفته مقتضى القياس، لأن مقتضى القياس أنه إذا ذكر لفظ وقصد به معناه فإنه يعاد عليه الضمير واسم الإشارة، يكون العود على المعنى، فلما أعاد على اللفظ اقتضى تنزيله منزلة البعيد مراعاة للبلاغ. مش فاهمين حاجة. طيب نقولها تاني هنا كده. قال: لمخالفته مقتضى القياس، لمخالفته مقتضى البعيد، مع كون مقتضى الظاهر، ثواني كده، يبقى لمخالفته مقتضى القياس، لأن مقتضى القياس أنه إذا ذكر لفظ وقصد به معناه. ما هو خلي بالك، وذلك اللي هو ايه؟ اللي هو اصول الفقه، مؤلف من جزئين. هو ده ينفع؟ انت قرات قبل كده هو قال ايه؟ وذلك، سيبك من ده، قال لك اصول الفقه، فصول، معرفه فصول من اصول الفقه، صح؟ طيب معرفه فصول من اصول الفقه ده معناه الإضافي ولا معناه اللقبي؟ اللقب. حلو، صح كده، معناه اللقب. وذلك مركب. المعنى اللقبي مش مركب. أمال المعنى اللقبي إيه؟ المعنى اللقبي مفرد. نشرح شوية. بسم الله. إيه هو بقى المركب وإيه هو المفرد؟ قالوا: المركب ما يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة. يبقى عندي جزئين، الجزء الأول يدل على جزء المعنى والجزء الثاني يدل على جزء المعنى. فعندما نقول مثلا عبد الله كذا وكذا، مثلا عبد الله يعبد الله على حق، عبد الله ده مش علم، امال ايه؟ ده وصف مكون من مضاف ومضاف اليه، يعني العبد المنسوب الى الله، ده العبد المنسوب الى الله. فانا عندي جزئين، عبد دلت على جزء المعنى ولفظ الجلاله دل على الجزء الثاني. يبقى عبد الله إذا لم نستعملها على أنها علم ولقب من الألقاب فإنها حينئذ تكون من قبيل المركب. مركب ليه؟ لأن كل جزء منها يدل على جزء المعنى. طب إيه المعنى الكلي؟ وما هو الذي دل عليه؟ المعنى الكلي هو العبد المنسوب إلى الله. مش ده المعنى الكلي؟ طيب المعنى الكلي ده دل عليه ايه؟ دل عليه الجزء الاول وهو عبد، ودل عليه الجزء الثاني وهو لفظ الجلالة الله. فإذا دل الجزء على الكل دلالة مقصودة كان ذلك مركبا. يبقى ما يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة، فالجزء الاول دل على جزء المعنى والجزء الثاني دل على جزء المعنى. طب زيد مفرد ولا مركب؟ مفرد. ليه مش مركب؟ لأن زيد مكون من ثلاثة حروف: الزاي والياء والدال. لو أخذنا الزاي، هل تدل على جزء زيد؟ يعني على رأسه، على أيديه،
على رجليه، على ودانه، على لسانه؟ لا. يبقى إذا لم يدل الجزء على جزء المعنى يكون يا مشايخ يكون مفرد، صح كده؟ يبقى عرفنا في حاجة اسمها مفرد وفي حاجة اسمها ايه؟ مركب. طب أصول الفقه، وانتبهوا جيدا، إذا قلنا إنها علم على المعارف الثلاثة، هل لو أخذنا أصول هتدل على أحد هذه المعاني الثلاثة؟ لا. ولو أخذنا الفقه هل يدل على أحد هذه الثلاثة؟ لا. وحينئذ نقول لكم إن أصول الفقه مفرد وليست لقب إذا جعلت علما على المعارف الثلاثة. شيء المعارف الثلاثة معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فأصول الفقه حينئذ إذا جعلت علما على هذا الفن المدون لا تكون حينئذ مركبة، بل تكون مفردة، مثلها مثل سيد. السين دلت على وداني، طب والياء دلت على رجلي، ولا دلت الدال على لساني؟ لا، لم يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، يبقى ده مفرد. ولذلك أصول الفقه إذا جعلت علما ولقبا فإنها تكون مفردة. استقر الحال ولا لم يستقر؟ استقر. بعد ذلك قال إيه بقى الشيخ هنا؟ قال وذلك مركب. يا راجل ده مش مركب. ولذلك خالف الظاهر. ليه؟ لأنه لم يعد اسم الإشارة على أصول الفقه باعتبارها علما على هذا الفن، وإنما أعاد الإشارة عليها باعتبارها يعني لها معنى آخر، لأنه استعملها أولا باعتبار كونها علما على هذا الفن، ثم بعد ذلك أعاد الإشارة عليها باعتبار كونها مركبا إضافيا، يبقى استعملها في معنى وأعاد عليها اسم الإشارة في معنى آخر. ده بيتسمى إيه؟ شبه استخدام. سيبك بقى من اللي مكتوب، ما بقى الناس فين عمالين نقول، قول بقى من اللسان، ده اسمه ايه؟ شبه استخدام. استعمل الكلمة في معنى ثم أعاد عليها اسم الإشارة بمعنى آخر. ولذلك خالف في اسم الإشارة. يا ايه العمق ده؟ ده عمق في التفكير وعمق في شرب البيبسي برضك يعني. يبقى وذلك إشارة إلى الإيه؟ إشارة إلى أصول الفقه، لا باعتبار كونها لا باعتبار كونها لقبا للمعارف الثلاثة، وإنما باعتبار كونها مركبا إضافيا على طريقة الاستخدام. طب نقول لكم إيه بقى هو الاستخدام كده، ونرغي شوية في العلم يعني. احنا عمالين نرغي في ماضينا وتاريخنا، واحنا تاريخنا يعني احنا فاكرين ايه يعني؟ احنا يعني ربنا يسترنا جميعا. الاستخدام معناه ان تأتي الكلمة ولها معنيان. كلمة فوق كده عايز ترسمها في الكراسة، كلمة فوق كده خد تحتها خط كده وخط كده، ده معنى وده معنى. في السياق الأول تستعمل في أحد هذين المعنيين، ثم بعد ذلك يعاد عليها الضمير لا فيما استعملت فيه من المعنى الأول، وإنما يعاد عليها الضمير باعتبار أنها موضوعة للمعنى الثاني. مثال: إذا نزل السماء بأرض قوم
بقالنا 15 سنة بنقول في المثال ده. ها؟ رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء، السماء موضوعة لمعنيين. معنى الأول المطر، والمعنى الثاني الزرع. إذا نزل السماء، نزل السماء يبقى القطر، يبقى معناه المطر. يبقى السماء موضوعة للمعنيين، الذي جعلنا نقول بأن السماء في الشطر الأول من البيت مجعولة ومستعملة في يعني المطر هو قوله نزل، لأن الزرع لا ينزل. إذا نزل السماء يعني المطر بأرض قوم رعيناه، الضمير عيد لإيه؟ السماء، ولكن لا باعتبار كونها مستعملة في المطر، وإنما باعتبار كونها موضوعة للمعنى الآخر الذي هو النبات. رعيناه يعني رعينا النبات. فده بيسموه إيه؟ بيسموه استخدام. الفكرة عبارة عن إيه؟ أنك تأتي إلى شيء له استعمالات متعددة وتجعله في أول الأمر في استعمال، ثم بعد ذلك تعيد عليه الضمير بالمعنى الآخر، الضمير أو اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة كذلك مثل الضمير، يشتركان في أن الضمير يحتاج إلى ما يفسره وإلى مرجع، واسم الإشارة كذلك. فعندنا هنا معرفة فصول من أصول الفقه، استعمل أصول الفقه أولا باعتبار كونها علما للفن المدون وهو المعارف الثلاثة، ثم بعد ذلك أشار إلى أصول الفقه لا باعتبار كونها علما على المعارف الثلاثة، وإنما باعتبار كونها مركبا إضافيا فيما قبل النقل. ومن أجل ذلك خالف الظاهر، الظاهر أن يأتي بالإشارة التي مجعولة للقريب، وأن يقول ذاك، وإنما خالفها حتى ينبه على ذلك. مخالفة الظاهر لمعنى، يبقى فيما قبل أن يجعل علم وفيما بعد جعله علما. إيه ده؟ هو أراد يقول كده من ذلك؟ لا لا، ده الكتب دي محتاجين إن احنا نقراها بالطريقة الغريبة العجيبة دي. وذلك أي لفظ أصول الفقه. يا سلام على الإمام الرملي. لا لا لا، علامة الإمام الرملي، شوف بعبارات لطيفات دقيقات يشير إلى هذه المعاني المتكاثرة. أي لفظ أصول الفقه الذي تركب وتكون من مضاف ومضاف إليه، مش باعتبار كونه مراد به المعنى اللي هو إيه؟ ما هو اللي هو اللقب اللي هو العلم. لا، ما أردش به إنه هو عالم، وإنما أراد به اللفظ، اللفظ اللي هو إيه؟ اللي هو مضاف ومضاف إليه. مولانا المضاف بقى اللفظ ده كده هو من حيث هو مضاف ومضاف إليه. طيب، كلام جميل، ما يعني مش هنطول فيه. أي لفظ أصول الفقه مؤلف، التأليف هو التركيب من أجزاء. مؤلف يبقى يعني إيه؟ يعني مركب بحسب الأصل وهو المعنى الإضافي، من جزئين، يعني من قسمين، من لفظين، اللفظ الأول هو أصول واللفظ الثاني هو الفقه، يبقى ده جزء وده جزء. لكن شو بقى الشارح بقى بدقته؟ قال لا من أجزاء، لا من أجزاء، كأنه هو عايز في فهمي يعني الآن
ولكن انا ما اعرفش هل احنا قلناها النوبه اللي فاتت ولا لا. انه ديت عايز ينفي بيقول لا ده هو مش مركب من جزئين، لا ده هو مركب من اجزاء، لان عنده جزء ثالث وهو الاضافه. لا من اجزاء، لكن هو بيقول لك لا من اجزاء بقى مؤلف من جزئين. لا يبقى لو احنا هنفسر يبقى نكتب بعد لا ايه؟ نعمل فصله. لا ينفي ما مضى، لا يعني ليس مركبا من جزئين، من اجزاء يعني بل هو مركب من اجزاء وهي ثلاثه اجزاء. ده في فهمي، لكن الفهم الـ يعني الـ الابسط والاسرع ان يكون لا من اجزاء يعني ليس مركبا من اجزاء في الظاهر، بل هو مركب من جزئين. وعلى كل حال وضعنا لك هذين الاتجاهين، وأنت بعد ذلك عندما تنضج ويكون لك مع هذا الكتاب عشرة تستقر على أحد هذين المعنيين. في الظاهر أنه أراد أن ينفي أنه مركب من أجزاء، ويريد أن يؤكد أنه مركب من جزئين، فيريد أن يقول هو مركب من جزئين وليس مركبا من أجزاء. القراءة الثانية تقول إيه؟ بل هو مؤلف من جزئين، لا بل من أجزاء، اللي هو ثلاثة أجزاء، المضاف والمضاف إليه والإضافة، مفردين. يعني كل جزء من هذين الجزئين على سبيل الإفراد وليس على سبيل التركيب. أحدهما أصول والآخر الفقه. يبقى الجزء الأول هو كلمة أصول ولها معنى في اللغة ولها معنى في الاصطلاح، والجزء الثاني هو الفقه وله معنى في اللغة وله كذلك معنى في الاصطلاح. من الإفراد مقابل التركيب، يعني خلي بالك إنه هو مفرد يعني إيه؟ من الإفراد الذي يقابل التركيب، وليس من الإفراد الذي يقابل المثنى والجمع، وليس من الإفراد الذي هو في مقابلة الجملة وشبه الجملة. ثلاثة أشياء ذكرناها آلاف المرات. يبقى من، خلصنا كده، من الإفراد يعني مفردين، هو من الإفراد الذي يقابل التركيب. أنا عندي مفرد يقابله مركب، عندي مفرد يقابله مثنى وجمع، عندي مفرد يقابله جملة وشبه جملة، ثلاثة مصطلحات. ما الذي أراده منها؟ لا، هو أراد أنه المفرد الذي يقابل التركيب. لماذا لا يكون المفرد الذي يقابل المثنى والجمع؟ لأن لفظة أصول جمع مش مفرد، فزي تقول لي هي مفردة لا مفردة، ولا هو مفرد في مقابلة الجملة ولا شبه الجملة، لأن هذا غير مراد هنا، غير مراد هنا. يبقى يصبح مركب يعني إيه؟ يعني مفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصورة. طب هو مركب يعني إيه؟ يعني هو الذي يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصورة. فهمنا؟ فهمنا الحمد لله. فإن المفردة، والفاء هنا للتعليل، يعني لماذا اخترنا هذا التفسير على غيره من التفسيرات الأخرى؟ قال لأن المفردة له إطلاقات أخرى، له استعمالات عرفية أخرى، اخترنا منها هذا الاستعمال لأنه هو الذي يؤيده المقام ويؤيده المعنى المراد. كلام جميل ولا مش جميل؟ جميل طبعا. منها رقم واحد يا أخواننا المشايخ أعزكم الله، ما يقابل المثنى والجمع، يعني بإزاء المثنى والجمع.
عندي مفرد وعندي مثنى وعندي جمع. فالمفرد بإزاء المثنى والجمع يقابل المثنى والجمع، زي رجل يقابل رجلين ويقابل ثلاثة ويقابل رجال، امرأة تقابل امرأتين وتقابل يعني نساء، هتيجي فيها امرأات. ومنها ما يقابل المضافة، ده استعمال تاني اهو، ما يقابل الايه؟ المضاف والشبيه بالمضاف. يقول لك المنادى ده مفرد او المنادى ده مضاف او المنادى ده شبيه بالمضاف. ما هو خلي بالك ان لم تكن قويا في علوم اللغة لا تصل الى ان تكون اصوليا، ينفعش، لابد وان تكون ضليعا في علوم اللغه حتى تكون اصوليا. مش ضليع يعني تبقى زي سيبويه، لا، يكون لك يعني اطلاع ولك فهم فيها ولك يعني معها معرفه سابقه جيده. يا زيد، يا عبد الله، يا طالعا جبلا، ثلاث حاجات. كل ده من قطر الندى، مغيث الندى شرح قطر الندى. يا زيد ده علم، والعلم ده منادى، ومنادى ايه؟ منادى مفرد. يبقى ده ايه؟ يبقى ده مبني على الضم. يا زيد، يا سيد، يا خيري، بس خيري مش هتظهر عليها الضم. ليه؟ لانه اشتغال المحل لا يقبل ضمة الياء، خيري لا يقبل المحل غير قابل. يبقى يا زيد وبلاش زيد، يا محمد صلى الله عليه وسلم. وما ينفعش برضك تقولها كده، تقول يا سيدنا وملادنا وشفيعنا وحبيبنا صلى الله عليه واله وسلم. طيب لو عايزين نقول بقى الثانيه، يا عبد الله، ده ايه؟ ده مضاف، ده مضاف مضاف اهو، مضاف عبد الله ومضاف اليه لفظ الجلال. طب وده اعرابه ايه؟ ها، منصوب، لا مضاف ومضاف اليه، مش مبني. يبقى يا عبد الله يعني ادعو عبد الله، يبقى ده اسمه ايه برضك؟ ده اسمه ها مضاف ومضاف اليه. وعندي حاجة تانية اسمها شبيهة بالمضاف. فالمفرد في باب النداء، في باب النداء يقابل المضاف والمضاف إليه، يقابل المضاف والشبيه بالمضاف، يقابل المضاف والشبيهة بالمضاف. طب والشبيه بالمضاف زي إيه؟ يا طالعا جبلا، لأن ده شبيه بالمضاف لأنه قد تعلق به ما يتم به المعنى. كل ديت حاجات من 20 سنة مذاكرنا الحمد لله، لأنه قد تعلق به ما يتم به المعنى. لو قلت مثلا يا طالعا، هل تم المعنى بذلك؟ لا، لكنك إذا قلت جبلا تعين المعنى المراد. يا طالعا السلمة، علمنا بأنه طالع السلم. يا طالعا إلى الطائرة، علمنا أنه قد صعد إلى الطائرة. يبقى هو شبيه بالمضاف لأنه قد تعلق به ما يتم به المعنى، كما أن المضاف تعلق به المضاف إليه، أن المضاف تعلق بالمضاف إليه من حيث تمام المعنى. يا عبد الله، لو قلت عبد، مين هو؟ هل هو عبد بمعنى يعني الصفة ولا عبد بمعنى الاسم؟ لكن عندما قلت الله تم به المراد وتم به المعنى. يبقى المفرد يقابل في هذه الحالة المضاف والشبيه بالمضاف. طيب جميل. الثالث بقى ما يقابل الجملة وشبه الجملة.
يقابل الجملة وشبه الجملة. مفرد زي محمد قائم، الخبر هنا ايه؟ الخبر مفرد. محمد يجلس في مكانه في الدرس، محمد مبتدأ ويجلس في مكانه في الدرس، هذه جملة وهذه الجملة خبر، يبقى دي جملة اهي. محمد في الدار، ده مضارع مجر ومجرور، ها، متعلق بمحذوف تقديره كائن او مستقر، متعلق بمحذوف تقديره ايه؟ تقديره اما يستقر او مستقر او كائن او يكون، عشان نبقى على قد الكتاب ما بيقول. يبقى ادي جملة اهي، يعني الخبر قد يكون جملة، إما جملة اسمية أو جملة فعلية، وقد يكون شبه جملة فيما إذا كان مجرور ومجرور إليه أو كان ظرف. نقول مثلا نجم فوق الشجرة، يعني قاعد فوق الشجرة. يبقى المفرد هنا أدي المعنى الثاني ليه. شايف الكلام بقى العلمي ده، واحد يعني هذا منهج يعلمك كيفية تحليل الألفاظ، مش تقرأ كده وتطلع تجري، لا، ادي العلم حقه. والألفاظ الموضوعة للدلالة على ضم شيء إلى آخر ثلاثة. الألفاظ جمع لفظ، الموضوعة صفة لهذه الألفاظ، والموضوعة يعني اسم ايه؟ اسم مفعول من وضع، وضع يضع وضعا، والوضع هو جعل شيء بإزاء شيء، الألفاظ التي جعلت بإزائها أشياء. يبقى الألفاظ الموضوعة للدلالة، موضوعة يعني مجعولة للدلالة على ضم شيء إلى آخر، ضم شيء يعني جمع شيء مع شيء، هو ده الضم. الضم معناه ايه؟ معناه انك تجعل شيء بجوار شيء اخر، اما بينهما ملامسة او لا، مطلقا يعني في هذا الموضع. التركيب يبقى ثلاثة اشياء، والتأليف والترتيب، وكل واحد من هذه الثلاثة قد اختلف في معناه وفي علاقته بغيره. يعني مثلا التركيب ايه معناه وعلاقته بالترتيب وبالتأليف، التأليف معناه ايه وعلاقته بالتركيب وعلاقته بالوضع، وهكذا. قال التركيب والتأليف والترتيب، يبقى هذه الثلاثة، الثلاثة ألفاظ إنما تدل على جعل شيء بجوار شيء آخر، على ضم شيء لشيء آخر. يبقى القدر المشترك بين هذه الثلاثة أنها تدل على ضم شيء إلى شيء آخر، لكن الضم في كل واحد منها يختلف عن الضم في غيره. هذا ضم له هيئة، وهذا ضم له هيئة أخرى، وهذا ضم له هيئة ثالثة، فهيئة الضم مختلفة، وباختلاف هيئة الضم حصل لكل لفظ منها معنى يخالف المعنى الذي حصل للآخر. واضح كده؟ ولذلك الثلاثة ليست العلاقة بينها الترادف، ولكن العلاقة بينها قد تكون العموم والخصوص، قد تكون كذا إلى آخر، سيأتي الكلام على ذلك. ولكن اقرأ كده وفكر وتأمل. فالتركيب، والفاء كما قلنا لكم مرارا وتكرارا فاء الفصيحة. وما هي فاء الفصيحة؟ يعني التي تفصح عن شرط مقدر. يبقى إذا أردت أن تعرف معاني الألفاظ الثلاثة والعلاقات فيما بينها فأقول لك
التركيب كذا والتأليف كذا والترتيب كذا، والعلاقة بين كل واحد منها والآخر كذا وكذا وكذا. واضح ولا ما واضحش؟ أعزكم الله. فالتركيب ضم الأشياء، يعني جعل الأشياء بإزاء الأشياء الأخرى، سواء كان بينها ألفة وعدم عناد أو لم يكن بينها ألفة وعدم عناد، وسواء كانت مرتبة بينها علاقات سببية أو لم يكن بينها علاقات سببية. فالتركيب مطلق الضم، التركيب مطلق الضم. هو بيتكلم عن كل الكلام ده ليه؟ كل ده من أجل أنه هو بيقول لك في التعريف بيقول لك مفردين، وبعد كده استدعى الكلام على التركيب، والتركيب استدعى الكلام على ذكر ما يتعلق به من قبيل أن الشيء بالشيء يذكر. يبقى التركيب هو جعل شيء مع شيء آخر، سواء كان هذين الشيئين المجعولين معا بينهما تآلف وتناسب أو لم يكن، فكل من هذا وذاك يسمى تركيب، أو كان بينها ترتيب أو لم يكن بينها ترتيب. علاقة، يعني هو اتحط ده مع ده علشان ده سبب وده مسبب وهكذا، وجعل في عقد واحد. فهو أعم من الأخيرين مطلقا، فهو أي فالتركيب أعم من التأليف وأعم من الترتيب عموما مطلقا. لدينا علاقة ما بين كل شيء وشيء آخر منقسمة إلى علاقة، مدى العلاقات متعددة، في علاقة التباين، في علاقة ترادف، في علاقة العموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص الوجهي. هذه أربعة أشياء. طيب علاقة التباين، علاقة التباين أن يكون مفهوم كل واحد منهما يختلف عن مفهوم الآخر، فالرجل يختلف في مفهومه عن مفهوم الفرس، لكن خلي بالك ما بينهم برضه قدر مشترك. مشترك فين؟ في الحيوانية، لكن العلاقة بينهما التباين مش الترادف. طيب عندنا علاقة الترادف، يعني إن اللفظ متعدد والمعنى واحد. الإنسان، البشر، فالإنسان يطلق على هذه الذات والبشر يطلق على هذه الذات، تعددت الألفاظ والمسمى واحد. طب وعلاقة أخرى اسمها علاقة الاشتراك اللفظي، ما مش أربعة بقى، يلا نتكلم عن كل. الاشتراك اللفظي معناه إن اللفظ واحد والأوضاع والمعاني متعددة كل بإزائه وحياله. يعني على سبيل المثال العين، هذا اللفظ موضوع بأوضاع متعددة مستقلة لمعاني متعددة. فالعين لفظ موضوع للعين الباصرة بوضع مستقل، وموضوع للذهب بوضع مستقل، وموضوع للبئر بوضع مستقل، وموضوع للجاسوس بوضع مستقل. فالعلاقة بينها إيه؟ العلاقة بينها الألفاظ واحدة والمعاني متعددة متباينة مختلفة. عندي علاقة أخرى ما بين الشيئين اسمها علاقة العموم والخصوص المطلق، يعني أن يجتمع الشيئان في نقطة وأن ينفرد أحدهما في نقطة أخرى. يعني نفسرها بطريقة سهلة وبسيطة، ارسم دايرتين، دايرة كبيرة وبداخلها دائرة صغيرة. انتهينا إلى هنا، وفي المرة القادمة نتكلم على التأليف ونتكلم كذلك على الترتيب.
سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يشرح صدورنا للإسلام والإيمان.